لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. وفرائض الصلوات وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبل يا أمير المؤمنين. وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبل. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه، وكان الأفضل إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على آيا. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل. إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا يا علي، إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات. عذرت فيك لمن غلا وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملايا، ونفوذ أمرك بالفرات وقد طمى مدا فأصبح ماؤه مستسفلا، وقضية الثعبان حين أتاك في إيضاح كشف قضية لن تعقل آيا، فحللت مشكله وآب لقومه فرحا، وقد فصلت منه المجملا بعد كراماتك يا أمير المؤمنين. قال
وبليلتين نحو المدائن سائرا فيها لسلمان بعثت مغسلا يا ليت بالأحياء شخصك حاضر يا علي يا ليت بالأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصتي كربلاء يا منج الفلك في طوفانها شلي جرى يا منج الفلك في طوفانها شلي جرى يا ما تروح الكربلاء لابنك يا حيدر تقبر ظل ثلاثة أيام ما واحد لفى لو غسل غير سجادك لفى وشاف الأوصال انفصل راد يحفر له لكن ما تمكن يحمله كل مجانب يشيل وقع جانب بالثرى وجمع الأوصال كل هبار يوشال الجميع وانحنى بنحرى يشمى والدمع منا نجيع لكن الله يعين قلب يوم عاين للرضيع ظل عاتب كربلاء ودموع عين من الثرى انادي لقضي يا ابويا بالبكاء بالبكاء ليلي ونهاري مثلك ما شفنا مجفنينا في بواري من بعد ما يبقى ثلاثة أيام تبقى بنات الأعوجية تعطي عليه ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قول سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خالط الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم علاقة الإنسان بالمجتمع علاقة فطرية شلون يقولون علماء النفس علماء الاجتماع إن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي معنى كائن اجتماعي يعني لا يستطيع أن يعيش بمفرده ما يقدر الإنسان يعيش لحاله بمفرده لابد
أن يعيش مع الآخرين، يعيش ضمن بيئة اجتماعية، يتأثر يتعلم. أما أنه يعيش بروحه في مجتمع أو في أرض بعيدة مثلا، هذه بعض كان يسويها طلبا للعزلة، طلبا للابتعاد عن الناس، هربا من شيء مثلا، ألجأته الظروف أن يعيش منفرد. ولكن طبيعة في الإنسان المستقيم اللي فطرة مستقيمة أنه يحب الاختلاط، يحب يعيش ويا الناس، ما يكون معتزل أو منعزل عن بقية المجتمع. هذا طبيعة يذكرها العلماء، ويذكرها علماء النفس وعلماء الاجتماع، أن هذه طبيعة موجودة في الإنسان وفي البشر. زين، هناك من حاول أن يخالف هذه الجنبة الفطرية. شوف البعض وش يقول مثلا، بعض الرهبان، بعض اللي يعتزلون، زين، يقول لك أنا خل أعيش بروحي في مثلا زاوية في مسجد وأتعبد، أفضل من أختلط بالناس، أستمع غيبة وأستمع مشاكل الناس. زين، ليش ما أجود لي مسجد مثلا، هاي يسمونها رهبنة، هذه النظرية أو هذه الطريقة أو السلوك يسمونها الرهبنة. الرهبنة هو أن يعتزل الإنسان، ذلك حتى تشوف هنا يسمون الدير، دير الراهب، يعني واحد منعزل، منعزل عن المجتمع، عايش في دير، في مثلا مكان يتعبد فيه بعيد عن المجتمع، ولعل المجتمع كان في سماهيج مثلا، هذا اعتزل، اعتزل، سووها المنطقة سموها باسمه، اعتزل بروحه قاعد يتعبد. كثير من الناس الرهبنة موجودة في الديانة النصرانية. في الإسلام يوم جاء الإسلام قضى على هذه الظاهرة، يعني تشوف مثلا في العراق موجودة أديرة كثيرة، موجودة أديرة، من ضمنها القصة اللي ينقلونها في جامع براثة. جامع براثة هذا جامع من الجوامع الشيعية المعروفة، قصة معروفة أن أمير المؤمنين مر بجيش على هذا الدير اللي فيه الراهب، في وكان يسمى جواثة. زين، وهذا المكان يعني يعتبر مكان مقدس، يعتبر من الأماكن المقدسة في ذلك الزمان عند النصارى، وتشير الرواية إلى أنه صارت كرامة لأمير المؤمنين، وعلى إثرها هذا الراهب آمن ودش في الإسلام وصار من أتباع أمير المؤمنين. قضية صخرة شالها أمير المؤمنين، حاولوا يشيلونها قبل ما حد قدر، وجاء الإمام علي ورفع تلك الصخرة ونبع الماء فشرب الجيش. هذا الراهب كان عنده في الكتب عن آباء أن هذه الصخرة ما يعلم بمكانها ولا يرفعها إلا نبي أو وصي نبي، كاتب عنده في الكتب. فآمن بأمير المؤمنين وشاء الله، زين، هذا في مسجد براثة، أن هذا الراهب روح ويا الإمام علي ويقتل في حرب صفين، يستشهد في حرب صفين، وبقى هذا الجامع مقام لأمير المؤمنين، الناس قدسونه. الشاهد أن أكو رهبان قبل الإسلام، لكن بعد الإسلام دي الظاهرة قضى عليه الدين وأمر الله عز وجل أن الناس ما يقعدون ببيوتهم ولا يعتزلون المجتمع، جود له زاوية من زوايا، مثل ما حاولوا بعض الصحابة يسوون في زمن النبي صلى الله عليه وآله. سمع النبي قال لبلال أذن، قال له مو وقت أذان، قال له أذن، أريد الناس يجتمعون. فلما اجتمعوا وبخهم النبي، قال لهم هذا مو من عادات الإسلام إن الواحد يعتزل، لا، اختلطوا يا المجتمع، عيشوا يا المجتمع، اللي عنده عذر أو حجة إن المجتمع في غيبة وفي كلام عن الناس وفي قذارات المجتمع، هذا ما تعتبر حجة ولا تعتبر عذر شرعي، لأن الأنبياء وهم أنزه الناس مع ذلك اختلطوا بالمجتمعات، ما قالوا راح ذولا والله يغتابون ذولا، اختلطوا حتى بالكفار، حتى ويا الكفار اختلطوا وياهم، وحاولوا يصلحون الكفار ويصلحون العادات السيئة الموجودة في المجتمع. فهذه نظرية عند بعض الرهبان أن
الإنسان يعتزل ويعيش حالة بعيدة عن الاختلاط بالمجتمع. هذا الحديث الوارد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إشارة ثانية، يقول خالط الناس، هناك بلا شك آثار إيجابية بمخالطة الناس. أولا الإنسان إذا خالط الناس عرف أحكام دينه، خو الإنسان مو جهاز مثلا كمبيوتر بيتلقى الأوامر من الله مباشرة، أنت لابد في تعلم الدين بحاجة إلى رجل دين تروح تسأله، تطبيق صلاتك صيامك تحتاج أن تصلي صلاة الجماعة، زين تختلط بالناس، احنا كثير من الأمور ربما ما عرفناها منا ومن أنفسنا بما فيهم حتى رجال الدين، كثير من الأمور ما عرفوها منهم ومن أنفسهم، لكن لما اختلطوا بالمجتمع ايش كثر تعطيك معلومات، هذا الاختلاط بالمجتمع يعطيك معلومات في أمور ما عرفناها ولا فهمناها من الكتب وإنما فهمناها من المجتمع. أكو آداب وأخلاق غير مكتوبة بالكتب موجودة في المجتمع، تعلمناها من أبوتنا وتعلمناها من أساتذتنا ومن مدرسينا، لكن لو كنا معتزلين على المجتمع بلا شك ما راح نستفيد هذه الاستفادة. هناك بعض الأصدقاء، بعض الأصدقاء لأن مختلط بأصدقائه زين تعلم منهم الوضوء، ما كان يتوضأ صح، لكن لأن شافه وضوء غلط قالوا له تعال وضوءك مو كذي، هذا الوضوء اللي تسويه غلط لأنه مختلط وياهم، هذا الوضوء اللي عندك غلط، شلون الوضوء؟ أبوي علمني، قال لا أبوك علمك غلط الوضوء، حتى اسأل فلان صدق هذا الوضوء صح؟ قال لا يا وضوءك غلط، احنا ما تمسح كذي، فيعلمون الوضوء. زين لو ما هذا الاختلاط ما يمكن أن يتعلم الإنسان، ما يمكن أن يتعلم، فالاختلاط بالناس يعلم الإنسان، والاختلاط بالناس كما يشير أمير المؤمنين سلام الله عليه خالط، يعني لابد أن الإنسان يختلط بالمجتمع بجيده وبسيئه، فأنت ما يعني ما يسعى الإنسان أن المجتمع كلهم ملائكة، المجتمع خليط، المجتمع خليط فيه الجيد وفيه الرديء، لكن مو معناته أن خلاص ما نختلط إلا ويا الجيدين، الصنف الرديء ما نختلط به، بالعكس اختلط حتى بالرديء وحاول أن تغير هذه الرداءة، حاول أن تنصح لعل الله سبحانه وتعالى يغير هذا الإنسان على إيدك، إش كثر لك ثواب. رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعث أمير المؤمنين بعث إلى اليمن قال له كلمة، قال له يا علي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، روح على بركة الله، لئن يهدي الله على يدك رجلا واحدا، واحد بس، واحد من هالروحة هذه اللي قعد أمير المؤمنين يمكن 6 أشهر في اليمن جلسها أمير المؤمنين، واهتدوا المئات على يده إلى الإسلام، طلعوا من دينهم السابق ودخلوا الإسلام على يد أمير المؤمنين سلام الله عليه، بنى مساجد هناك، أسس مساجد إلى يومنا موجودة في اليمن ببركات وجود أمير المؤمنين، وضع قبلتها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ترك أثر. الإنسان هكذا إذا اختلط بالمجتمع يترك أثر. زين هنا إشارة من أمير المؤمنين في هذا الحديث، خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، يعني لابد أن الإنسان يترك بهذه المخالطة أثرا طيبا في قلوب الناس، في قلوب الآخرين. أكو كثير في المجتمع إلى أن يكبر، إلى أن تبيض لحيته، لكن ساب هذا وشاتم هذا
وماكل حق هذا زين وماخذ حق فلان، بالله عليك أي أثر طيب يترك هذا الإنسان في قلوب الآخرين؟ ما يترك أي أثر. هذا ينطبق عليه بعدين الدعاء، اللهم ومن كان في موته فرج لنا، يلا خذه شيله من المجتمع هذا، لأن فقدانه من المجتمع أفضل من وجوده، وجوده ما بين المجتمع إيذاء إلى المؤمنين، إيذاء إلى المؤمنين، أذية. زين هذا إذا مات وش بيترك من أثر؟ يقول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: جبلت القلوب، جبلت يعني عجنت، جبلت يعني تكونت، الله كونها بهي الطريقة، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها. القلوب كذي مركبة، إن واحد يحسن إلى أهل المجتمع، يحسن إلى الناس يقولون هذا محسن، واحد سيء يقول هذا سيء. في ناس راحوا من المجتمع، لكن بالله عليك وش تذكر منهم غير الأذية؟ وش تذكر منهم غير الأذية؟ إنهم أذوا المجتمع ومشوا. بينما أكو فئة من الناس لا، أمرها مختلف. هذا اللي يشير إليهم أمير المؤمنين: إذا متتم معها، مع هذه المخالطة، بكوا عليكم. أحيانا أكو ناس في المجتمع والله أنت ما تعرفه ولا عندك علاقة به، لكن من كثر ما الناس يمتدحون في أخلاقه وسمو معانيه وآدابه وأفضاله أنت تحبه. كثير من الناس ما أدركناهم، كثير من الناس سمعت مثلا من أهل الدير كثير من الشخصيات يتكلمون أحيانا عنهم، ما أدركتهم، ما أتذكر، ما جلسنا وياهم، لكن إلى الآن الناس يحتفظون لهم بذكرى حسنة. بعض الأجيال السابقة زين ما سمعنا، يعني ما أدركناهم، وحتى أنتون الحاضرين يمكن ما أدركتونهم، لكن ليس لهم في قلوب الناس إلى يومنا إلا كل ذكرى حسنة. شوف بعض العلماء مثل الشيخ محمد صالح آل طعان رحمة الله عليه، أو الشيخ أحمد بن محمد صالح آل طعان، زين هذا لما يعني مات من كثر حب الناس إليه، يوصف بعض العلماء طريقة بكاء الناس في نعشة، حتى النعش الكل يريد يستلم النعش حتى تكسر ذلك النعش من شدة اشتياق الناس وحبهم إليه. ما شفنا هذا، بس يذكرون شلون كان الناس يحبون لهم في قلبه في قلوبهم كل محبة. على سبيل المثال سيد جواد رحمة الله عليه، واحد من الأمثلة الحية اللي عايشناها، الكل بكى عليه، ولعل يعني الوحيد أنا من اللي عاصرناهم، من وفاته إلى مدة 40 يوم ما هدأت البحرين من قراءة المجالس والاحتفاء بشخصيته، 40 يوم متواصلة إلى سنة تقريبا، والناس يذكرون لأن ما ترك في قلوب الآخرين إلا كل حب وأبوة ومسحة عطف وإحسان وابتسامة في وجه هذا، ما آذى مؤمن وما آذى أحد من الناس. وهذا ما يشير إليه مولانا أمير المؤمنين: اترك أثر طيب في المكان. شوف الإنسان بطيبة، يعني حتى الصديق ينقل صفات الطيب إلى صديقه. يقول بعض الشعراء: صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به، نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. الريح إذا مرت على مزرعة وهالمزرعة فيها ياسمين وفيها ورود وفيها كذا، هي الريح أساسا ما لها ريحة، الهواء ما لها ريحة،
لكن لأنه مر على مكان حسن أخذ ويا هذه الرائحة الطيبة وحملها إلى مكان بعيد. كالريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن، حتى إذا مرت هذه الريح على مزبلة أجلكم الله تأخذ هذه الرائحة القذرة وتوصلها. كذلك الصحبة تكتسب هذه الأخلاق وهذه المزايا في طبع الإنسان. أحد هؤلاء الذين تركوا أثرا طيبا هو الشهيد رحمة الله عليه، شهيد عبد الكريم. وواقعا هذا الرجل يعني ترك أثر كبير في نفوس محبيه وفي نفوس المثقفين وفي نفوس من يعرفه. المعرفة تبقى قليلة، لكن ارتبط بفترة من الفترات باعتبار أن يعني له علاقة بالكتاب. أولا أحيانا اللي يبيعك الكتاب يكون أخلاقه تجارية، هو يبيع كتاب لكن تعرف أن هذا ما عنده أصلا معرفة بالكتاب، يريد أهم شيء أنه يبيعك إياه بكم. الشهيد رحمة الله عليه لا، يفهم ويعي ما في الكتاب، لذلك أكو نماذج من الكتب هو لا يسعى لا إلى نشرها ولا إلى بيعها، لأنه يعرف أن هذه تترك أثر سيء على المجتمع. أكو نماذج من الكتب كان يسعى إلى نشرها لأن يقدر حاجة المجتمع إلى هذا اللون من الثقافة، وفعلا تقديره في مكانه، رجل في النهاية عايش في البحرين وعارف الفتن والأهواء وطريقة التركيبة الموجودة عندهم، طريقة تفكيرهم، الفتن التي تعصف بهم مطلع عليها. لذلك كان فترة من الفترات فعلا بعض الكتب فعلا المجتمع البحراني يحتاج إلى هذا اللون من الثقافة، فروج إلى كثير من هذه الثقافة، وكان همه نشر الوعي رحمة الله عليه، وكان فعلا يعني يسعى حتى إلى الكتاب البحرينيين كما اطلعت شخصيا، وكان يحضر الحوزة في بني جمرة ويشجع حتى على الكتابة وأنه سيقوم بنشر هذا التراث، وفعلا نشر مجموعة من التراث لعلماء البحرين وبعض الكتب لعلماء أهل البحرين وبعض الكتب الثقافية، وهذا كله يعتبر تشجيع في زمن لا يوجد فيه تشجيع للقلم البحريني. تشوف علماء إيش كثر عدنا احنا في البحرين ما شاء الله، لكن من يحمل قلم ويكتب قلة قليلة جدا، عمائم كثيرة نعم، لكن قليل من يأخذ قلم ويكتب ولو شيء بسيط. طرح احنا محتاجين فعلا، الأرض هذه محتاجة، الناس محتاجين لون معين من الثقافة. هو كان أحد المشجعين على هذا اللون من الثقافة، أن القلم البحريني أو القلم أو المثقف البحريني يكتب، ونشر يعني مجموعة من الكتب المهتمة بالثقافة الدينية خصوصا، فكان عنده وعي الكتاب. جانب آخر من حياته يتضح في كونه رجل لا يحب الظلم، وهذه صفة يعني صفة عظيمة في كل إنسان. يعني المسألة مبغوضية الظلم شيء فطري، بس مو الكل يظهر هذا الأمر، مو الكل يظهر أنه لا نريد ظلم أو، وكان هذه أمور واضحة في حياته، ولعل هذا الأمر هو ما كلفه كلمة حق، وهذا اللي كلف أن تزهق روحه في هذا السبيل وفي هذا الاتجاه. إلى الآن لا يوجد يعني واقعا أي تبرير. صلوا على محمد وعلى محمد. تفضلوا شيخ. إلى الآن لا يوجد أي تبرير عن سبب شهادته، مجرد كلام أقل في الجرائد، أرواح زهقت وأزهقت كثيرة، إلى أين وصل؟ قالوا في تحقيق إن شاء الله راح يصير.
زين، وين وصل هالتحقيق هذا؟ ما تدري، ما تدري، الأمور مخفية كلها. بنحقق في المسألة وكذا. الآن من تسمع قالوا بنحقق في المسألة إن شاء الله نفتح تحقيق، عرف أنه انتهت. من تشوف هذه الكلمة أنه في تحقيق إن شاء الله، طمنوا طمنوا إن شاء الله في تحقيق في المسألة، عرف أن هذه قتل إلى القضية وإخفاء إلى القضية. نسأل الله السلامة في الدين والدنيا والثبات على محبة محمد وآل محمد. كما كان رحمة الله عليه، وهذه من أخلاق الإنسان المؤمن ذا قلب عطوف على الأيتام، وكان محبا لفعل الخير، يعني كثير من المبادرات الخيرية، كثير من الأعمال الخيرية. للأسف يعني بدأ المجتمع يفتقد هذه النماذج في زمان، تحت أي عذر كان، صارت هذه النماذج قليلة. من يسعى إلى فعل الخير في المجتمع، ومن يسعى إلى أن يكون سباق إلى فعل الخيرات، بدت هذه النماذج تقل في مجتمعاتنا. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إن شاء الله لكل خير، وله في رسول الله وفي أهل البيت أسوة، وهذا قدوتهم أهل البيت سلام الله عليهم. يعني أنت مهما تعرضت إلى ظلامة، راح تفتح التاريخ وتشوف ظلامة الحسين. مهما تعرضت إلى ظلامة أكثر من علي بن أبي طالب، ترى ما ظلم واحد في التاريخ، ما ظلم واحد في التاريخ مثل ما ظلم علي سلام الله عليه. حتى ما جرى على الإمام الحسين يهون أمام مصائب أمير المؤمنين سلام الله عليه. شوف بعد مات الإمام علي، وثمانين سنة المنابر شغالة بسب علي عليه السلام، ثمانين سنة. زين، ثمانية صارت سنة عندهم، سب علي وشتم علي ويقولون علي كافر، وهذه موجودة في كتب التاريخ. زين، شيء مو مخفي على الناس وعلى المجتمع، موجودة يذكرونها. ولنا فيهم أسوة، لأن مهما أصبنا واقعا، ومهما ظلمت أيها الإنسان، فلك في أهل البيت أسوة، ولك في أهل البيت أن تنظر إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه الذي استشهد في تلك السجون. لك أن تنظر إلى أبناء أمير المؤمنين سلام الله عليه، فعلى الأطائب من آل بيت محمد وعلي فليبكي الباكون، وعلى مثلهم فلتذرف الدموع ويضج الضاجون ويعج العاجون، على مثل هؤلاء. واقعا بكاؤنا لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ونستذكر هذا الرجل اللي ترك بصمته وكان محبا للإمام الحسين سلام الله عليه، محبا لأبي عبد الله الحسين، محبا إلى مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فهنيئا له أن يجعله الله سبحانه وتعالى في شفاعة أبي عبد الله الحسين عليه السلام يوم الورود. لذلك يأتي الإنسان المؤمن يوم القيامة مستبشر بحب علي بن أبي طالب، مستبشر بشفاعة الحسين، بمحبة أبي عبد الله الحسين. وإذا فقدنا أخ ورجل كهذه الشخصية المحبة وهذه الشخصية العظيمة واقعا، فلنا أسوة في أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء، أبو الوفاء، أبو المحبة، اللي جاء له الإمام الحسين عليه السلام، وقف على مصرعه، أخذ يتأمل في أبي الفضل العباس، وإذا برأسه قد فضخ بعمد من حديد، نظر إلى يديه، يداه مقطوعتان، اليمين الشمال قد قطعتا،
رفع رأس الإمام الحسين، وضع رأس العباس في حجره، تساقطت عبرات الحسين على وجه العباس، أفاق. قال: رأسي في حجر من؟ قال له: أخي عباس، أنا أخوك الحسين. يقول: رفع العباس رأس من حجر الحسين وأخذ يمرغه بالتراب. قال له: أخي، قطعت نياط قلبي، ما لي كلما رفعت رأسك ورجعته إلى التراب. قال: أمن العدالة أم من الإنصاف أن أموت ورأسي في حجرك؟ وبعد ساعة من يضع رأسك في حجره؟ أوالي، قال لي يا أبو الفضل، قال لي يا أخو يا أبو الفضل، في وين الجفوف؟ قال لي يا أخو يا تقطعت ما بين الصفوف، أنا دمي على عيني جمد يا حسين، ما تشوف نشف دمومي يا بقية آل هاشم. قال لي يا أخويا وين بتا قال لي يا خويا انقطعت جفوفي وتركته، ولو سلم جفي كان هالبيرق نشرته. ورديت للخيمة سالم. نعم، العباس في تلك اللحظات ينظر إلى أخيه الإمام الحسين، وكان ذلك السهم قد نبت في عينه. خاطب الإمام الحسين، قل له: أنا لا عد فضل الأخوة، فضلك يا أخو يا بزود ما شفتنا بالأخوة مثلك بدل، قطع العدا ذرعان وشال العلم، روح العظيم شيله للدوس الخيال. قال لي: يا حسين، لا تطرحني، لا ترفعني، خل جثتي مطروحة، هذه يا خويا المرجلة والموتة الممدوحة، خل الخلايق تحجي، فادي أخوه بروحة، روح العظيدك شي للدوس هيل. أوال مصيبة شهيد الطف، شهيد الطف ياه الشيب الراس، يوم الوقف ينعى على مصرع العباس، إلا صفق بجفانا وصكبها على الرأس.
ويصيح يا ليث الحرايب بالثرى طاح. آه أخي من يحمي بنات محمد؟ انصرنا يسترحمنا من لا يرحمه يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. إلى روح السعيد الشهيد من اجتمعنا لأجله وسببه، اللهم أخرجه من ضيق القبور إلى سعة الدور والقصور. اللهم اجعله في شفاعة أبي عبد الله الحسين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. اللهم وانتقم له ممن ظلمه، اللهم وانتقم له ممن ظلمه يا رب العالمين. إلى روحه وأرواح جميع الشهداء والمؤمنين والموالين، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.